بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. استقبل دولة رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه في إسلام آباد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة، وتبادل معه وجهات النظر بشأن الأمور الأمنية. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان بأن الحكومة تولي أهمية بالغر لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني بسبب أنه علاوة على المساواة بين باكستان والصين سيوفر الفرص لدول المنطقة. ففي حديثه في إسلام آباد مع مندوبي 15 شركة صينية عملت في الممر الاقتصادي المشاريع الأخرى، قال عمران خان بأن الحكومة ستوفر كافة التسهيلات كي تستفاد الشركات من السياسيات الصديقة. هذا وقد نقل السفير الصيني إلى دولة رئيس الوزراء رسائل النوايا الحسنة من الرئيس شي جين ورئيس الوزراء، وقال بأن قيادة الصين بانتظار زيارة رئيس الوزراء عمران خان، كما تقدم بالشكر بالنيابة عن حكومة الصين من رئيس الوزراء عمران خان لاهتمامه الشخصي بتوفير التسهيلات للمستمسين من الصين ومعالجة مشاكلهم. سيتم إقامة 11 حزام مترابع في إقليم خيبر بختونخوا من أجل التوجه إلى السياحة في البلاد، كما سيتم إقامة 8 حزمة في إقليم النجابة بهذا السدد. قيد اجتماع في إسلام آباد برئاسة دولة رئيس الوزراء عمران خان لدراسة الخطوات المتخذة تجاه هذا المجال. وقال رئيس الوزراء عمران خان بأن هناك تقدم ملموس وسريع في هذا المجال، كما يتم العمل على نماذج ناقجة على المستوى العالمي. قال فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بأن باكستان ترغب في إكمال مشروع الطاقة كاسة ألف بالسرعة المطلوبة، ويتعين على باكستان وتاجكستان تسريع العمل لإنجاز المشروع. ففي حديثه في إسلام آباد مع وزير الدفاع التاجيكي العقيد الجنرال شير علي مرزوف عرب عن الارتياح ذا العلاقات بين البلدين في مجال السلام الإقليمي، وشدد على زيادة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وزيارة التعاون الصناعي، وعرب عن الأمل في أن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سوف تريد من التشارك الاقتصادي. وقال بأنه من أجل التجارة السريعة في المنطقة يجب العمل أن اتفاقية المرور الثلاثية الذي تدعم أفغانستان أيضا. حسب تقدم الرئيس بالشكر من قيادة تاجكستان لتأييدها لعضوية لجنة حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي. استقبل معالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي في إسلام آباد وزير الدفاع التاجيكي العقيد الجنرال شير علي ميرزوف، وتبادل معه وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والسياسية والعسكرية وعبر عن الارتياز مستوى العلاقات العسكرية. واتفق الزعيمان على التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والدبلوماسية والطاقة. وقال معالي وزير الخارجية بأن زيارة وزير الدفاع التاجيكي سوف يعزز العلاقات الصناعية والعسكرية بين البلدين. هذا وقد أشاد وزير الدفاع الضيف بجهود باكستان في إقامة السلام الإقليمي. استقبل رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة في مقر قيادة الجيش في راولبندي وزير دفاع تاجكستان العقيد الجنرال شير علي ميرزوف، وتبادل معه وجهات النظر بشأن التعاون العسكري والأمني والأمور ذات الاهتمام المشترك. كما درس الزعيمان الوضع في المنطقة
وقال الجنرال كمر جاويد باجوا بأن تاجكستان دولة شقيقة والتعاون بين باكستان وتاجكستان سيكون هجو الزاوية في إقامة الأمن والأمان في المنطقة. وصل إمام الكعبة المشرف الدكتور الشيخ عبد الله عواد الجاهيني إسلام آباد، وكان في استقبال معالي توزيع الشؤون الدينية بن نور الحق قادري. وسوف يجري إمام الكعبة المشرفة لقاءات مع القيادة الباكستانية، كما يلقي خطبة الجمعة في جامع فيصل في إسلام آباد مع الإمامة، كما سيشارك في بين الثلاثة عشر والرابع عشر من الجاري في مؤتمر رسالة باكستان وورش بإشراف الجامعة الإسلامية في جامع فيصل، كما سيتوجه إلى مدينة لاهور ويقوم بالإمام في جامع بادشاهي. تم عزل الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاما عن السلطة وفرض الإقامة الجبرية عليها، واعتلى وزير الدفاع السوداني أودى بأن عاوز عبر التلفزيون والرسمي بأن سيتم أكمال نقل السلطة في البلاد خلال عامين، حيث ستترجى بها بعد انتخابات العامة. وقال وزير الدفاع بأنه سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر وتعليق الدستور موقتا، في حين سيتم غلق أجواء البلاد للساعات الأربع والعشرين المقبلة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.